احنا قبل 9 شهور بالضبط علقنا اضرابنا المفتوح بناء على وعود من الرئاسة وعود من الحكومة بتطبيق جميع مطالب المهندسين، الا انه لغاية الان ما في اي تجاوب مع هذه المطالب. رجعنا للاضراب المفتوح اللي بتتعلق في مطلبين مهمات جدا. لن نرفع الاضراب المفتوح الا بتنفيذ علاوة المخاطرة مباشرة ورفع علاوة المهنة الهندسية بما يتلائم مع النقابات الاخرى والمهن الاخرى. هذا الاضراب لنقابة المهندسين هو اضراب سابق، ما حصل الان هو استئناف للاضراب، لانه في السابق وقبل 5 سنوات تم تعليق الاضراب بناء على وعود من الحكومة انه خلال شهر سيتم تنفيذ علاوة المخاطرة، ولكن حتى هذه اللحظة الشهر الحاصل انه لم ينتهي بعد 5 سنوات، وبالتالي النقابة اقرت استئناف هذا الاضراب من اجل المطالبة بصرف علاوة المخاطرة وبمساواة مع بقية الموظفين في السلطة الوطنية الفلسطينية التي تصرف لهم هذه العلاوة منذ 8 سنوات في الوقت الذي نحن موظفين تحت قانون خدمة مدنية واحد وموظفين في السلطة الوطنية واحد. إضراب المهندسين الزراعيين للمطالبة بالمساواة وتحقيق العدالة من خلال تطبيق قانون الخدمة المدنية ولوائح التنفيذية التي تطالب بمنح المهندسين الزراعيين علاوة المخاطرة التي منحت للقطاعات الأخرى، ونحن نطالب بهذه المطالب من عام 2005. عقدنا 3 اتفاقيات مع الحكومة في 2005 و2010 وكان آخرها في 2012، ولم تستجب حتى الآن الحكومة لهذه المطالب. نحن نستغرب لماذا تنفذ علاوة المخاطرة بنفس اللائحة لمهن أخرى وتحرم منها مهن أخرى، ومن هنا نطالب كما قلت فقط في المساواة والعدالة مع المهن الأخرى. إن حق شرعي ثبت القانون سنة 2005 اللي هو صرف علاوة المخاطرة للمهندسين والعاملين في المشاغل، والحكومة من يومها طبعا ما نفذت هذا القرار. فطبعا احنا نفذنا العام الماضي إضراب، أو طلبنا أول شيء بالطرق الرسمية ولم يستجب الحكومة، فنفذنا إضراب وعلقنا الاضراب بناء على وعودات من الحكومه انها تنفذ هذا المطلب. احنا قبل قانون الخدمه المدنيه كنا ناخذ 70%، الاطباء كانوا 80%، هسه الاطباء 100%، المحامين بياخذوا 120%، احنا 60%، وهذا حكي مش عادل، لانه شهاده الهندسي يعني هي المرتبه الثانيه بعد الطب. المطلوب من هذا الإضراب أن تحترم الحكومة مهنة الهندسة التي توجد في كافة مفاصل ومرافق الحياة بالنسبة للدولة والحكومة، فلا تستطيع أن تجد وزارة أو مؤسسة تخلو من الهندسة والمهندسين، وبالتالي على الأقل يجب على هذه الحكومة أن تعطي المهندس في الوظيفة العمومية الحق الأدنى من العقوق، مثل علاوة المخاطر التي يعرض بها نفسه للخطر في كافة مشاريع، وعلاوة طبيعة العمل. لا يعقل أن تكون علاوة طبيعة العمل في الوظيفة الحكومية 60%، بينما في الدول المجاورة أضعاف هذا الرقم. هذا الوضع لا يمكن أن يستمر إلى الأبد.